اهلا بحضراتكم من جديد. ما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي ولاده والمنتسبين اليه وحتى اللي بيلعبوا فيه كمحترفين وينتقلوا الى انديه اخرى يفضلوا دايما وابدا شعارهم العقد بينا كلمه وحب مش ورقه وقلم. ده شعار كتير من اللعيبه اللي بترتبط بالنادي الاهلي حب وليس ورقه وقلم. والتعبير للكابتن محمد شريف، محمد شريف انتقل مهاجم الاهلي انتقل للخليج السعودي. واذ طبعا في ظل المزايدات الانتخابيه في نادي الزمالك يبدا الكلام على هنجيب مين من الاهلي، فعلى طول السهم الاعلامي يتجه الى محمد شريف ويتقال الزمالك هيجيب محمد شريف وبيبحث على محمد شريف. فمهيب عبد الهادي على الهاتف يستضيف محمد شريف ويساله موقفك من الاهلي ايه؟ نسمع محمد شريف ونسمع المهندس عدلي. هل في بند ان رجوعك لمصر يكون للنادي الاهلي؟ بص يا كابتن، انا رجوعي دايما حتى لو ما فيش بند، انا بالنسبه لي لو رجعت مصر اولويه تبقى النادي الاهلي. ده موضوع مقفول، يعني ما فيش حاجه اسمها ترجع نادي تاني والكلام ده، لا. انا اصلا لو رجعت مصر اول حاجه انا اللي هكلم النادي، انا راجع مصر عايزيني مش عايزين فاهم؟ انا اللي هكلمه. عايزني ولا مش عايزني؟ لا، مش حوار عايزني ولا مش عايزني ده. وده انا كمان كنت متفق مع امير فيه. قلت له يا امير اول لما ارجع مصر هقول الاولويه ليك وامضي لك على اللي انت عايزه على مصر. حلو، ده مكتوب ولا بالحب؟ أنا اصلا قايله في بند كلمتي لا معلش، ده انا عارف، انا عارف ان انت بقول لك انا لا انا عارف ان انت كلمتك عقد، انا اثق في كلامك وفي تربيتك وفي كل حاجه. انا ما كنتش طلعتها من لساني يا مهيب والله. لكن مفيش حاجه مكتوبه. لا والله والله العظيم الحاجات دي انا فعلا مش متاكد منها، يعني انا مش متاكد منها لان دي كانت بين الناديين، فاهم؟ تمام، هو ما حدش يختلف على اهلاويتك وان انت واحد من يعني محبين النادي الاهلي، لكن انت بتتكلم ان كلمتك عقد، لكن في حاجه مكتوبه؟ ما فيش حاجه مكتوبه اللي هي تقضي بعودتك للنادي الاهلي او شرط يعني. هو انت الطبيعي لما انا لو هرجع مصر على الاهلي. بس انت ما فيش حاجه مكتوبه، مهيب عايز يقول لهم يعني خلي بالكم ما فيش حاجه مكتوبه. يا مهيب بلاش شقاوه. على اي حال انا عايز اقول حاجه. القضية بقى ليه انتوا متصورين ان الموضوع مكايدة وعشان نغيظ يا جماعة ما تفرغوا الموضوع من دماغكم بالطريقة دي. اللعيب اللي النادي يجيبه سواء اهلي او غيره لازم يكون عارف انه محتاجه هيفيده، انما اللي جايبه عشان يقول انا رديت وانا سويت وانا، صدقني بيأذي نفسه اكتر ما بيأذي غيره. لان انت لما تحب تجيب واحد كمكايدة انت هتغريه ازاي؟ هتعمل مزاد غير منطقي. وهو لو شعر اللعيب بكده ان انت محتاجه قوي عشان ترد بيه، ها معاهم موكلة ومعاهم ناس هيستغلوا الموقف ومعاهم. فانا يعني اولا الرد عاجبني، رد محمد شريف، وبرضه ما ريحش مهم، ما قالوش هو في ورق ولا ما فيش ورق، ها قال له انا كده كده كلمتي اهم من العود او رغبتي مش كلمتي. هو بيقول لك انا هروح لهم بنفسي ايا كان. بص، لن يفيدك الا اللاعب الذي يسعى جادا الى ان يكون موجود معاك وعارف ان دي مصلحته. لا فيها بقى انت بتختبره الاول مش كده؟ انا ده كان طريق شغل زمان. لما كنت انا بتاع انت هتاخد 10 قروش بره، اما يجي يقول لي كام اقول له مش هقول لك. لو بتدور على مزاد انا مش في المزاد ده. هتلاقي ناديين اكتر مني وده كان حقيقي. لكن لو انت هتاخد 10 قروش في مكان عندي هديك 8. يوم يبص لي كده ازاي؟ لانك هتوصل ل 14 و15 من خلال 1 2 3 4. هو انت مطلوب منك ايه في النادي الاهلي؟ تلتزم بكل المطلوب منك. إذا التزمت بالكلام ده في حوافز على كل حاجة. عدد البناط اللي كنت بتاخدها كل شهر، عدد كل 4 ماتشات يتصفى الموقف المالي واللعيبة تاخد بونص، لأنك أنت يا أستاذ إبراهيم الكابتن حسن برضو ده يعني عمل حاجات كان عامل لهم هقولها بقى، ما هي دروس مجانية. كابتن حسن حمدي. دروس مجانية. فكان عامل لهم لائحة بالبونط كل 4 ماتشات.
لو خد ال 12 بونت ال 12 بونت بتوع الاربع ماتشات بتاخد ال 100%، وابتدي كل بونت تفقده يخصم نسبه في يخصم نسبه، ولو خدت اقل من 10 بونت ما تاخدش حاجه، يبقى مش هتكسب الدوري. اقل من 10 بونت من ال 12 من ال 12 مش هتاخد حاجه، مش هتاخد حاجه، مش هتاخد من البونص بتاع دي بتاع البناط. ما هو في حاجات تانية. يعني خدت 12 من 12 هتاخد مكافأة كاملة. ليه؟ ليه؟ لأن أنت لو خدت ال 12 من 12 أو 11 من 12 بلد عبقري، أو على الأقل 10 من 12 يبقى أنت بدرجات متفاوتة. 12 من 12 أنت هتاخد الدوري. أيوه. 11 من 12 أنت هتتسيد وفرصتك كبيرة. 10 من 12 أنت بتنافس. أقل من كده سيادتك بتفرط. يبقى كافئك على ايه؟ بتفرط. فهو المسؤوليه في النادي الاهلي مسؤوليه مختلفه استاذ ابراهيم، وعشان كده الحوار مع اي لعيب جاي النادي الاهلي بيبقى له طعم مختلف شويه. اللعيب لازم يكون عايز يجي النادي الاهلي، وعارف ان انت ليك ثمن، اللعيب له ثمن مؤكد، والاهلي له ثمن. الاهلي له ثمن طبعا. ايه بقى؟ الاهلي نظامه، التزامه، الفرص اللي بيدالك تكسب بطولات، المكانه الشعبيه اللي هتاخدها، الوضع الاجتماعي من خلال انك انت يعني 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 كل محب النادي الاهلي ما بيشوفوا نجم عايزين يخدموه. مكاسب غير مرئيه يا استاذ ابراهيم من الانتماء للنادي الاهلي. يعني مش بس مقوله يكفيك ان انت شرف الفانيلا الحمراء؟ ما هي الشرف جاي منين؟ من الحاجات دي. ماهيش اسم الاهلي ده، مش كلمه رومانسيه يعني، مش كلمه رومانسيه، مش مبنيه على فراغ. انا بدي لك مقابلها ايه؟ بطولات، اموال، شعبيه، قيمه تسويقيه، قيمه تسويقيه، قيمه فنيه. طبعا. بتتطور، يبقى تطور فني، عندك فرص تبقى اساسي دولي في المنتخبات. اسمك بيلمع بره ازاي؟ افضل مدرب بجيبه لك، احسن فاترينا، احسن لعيبه مساعده في الملعب بجيبها لك، احسن فاترينا لاي لاعب كوره هو النادي الاهلي. هي دي اللي العالم كله يشوفه من خلالها. من البطولات اللي بيشترك فيها، طبيعه البطولات. كاس العالم للانديه، السوبر، السوبر المصري، السوبر الافريقي، الماتشات الوديه اللي بتروح تلعبها، انت الاعلى قيمه، بتاخد ارقام ما حدش بيقرب منها. كل ده، كل واحد بيدفع لك قرش عارف انه هيجيب قدامه ايه. فالرد كان فيه ذكاء ومصداقية بإذن الله، وقال كلمة برضو واحد فاهم، أنا هروح لهم بنفسي ولو عايزيني مفيش فصال. يعني أتمنى إن اللي بيسمع الكلام ده يفهمه، لأن هي مش إحنا مش بنتباهى على بعض، إحنا في واقع وفي كلام. قوله على نفسك، أنا سيد الكل، أنت حر، كل واحد حاسس نفسه سيد الكل، لكن الناس شايفاك إزاي؟ هو ده اللي أهم. التزامك مع لعيبتك ومدربينك عامل إزاي؟ بالظبط. وفائك ولما بقول لك أنت حقوقهم عامل إزاي؟ ولما باجي أقعد معاك وأقول لك الأهلي له تمن إيه؟ راحة البال، حقوقك واخدها، ما فيهاش فصال، ضامنها بالظبط، حتى لو اتأخرت نتيجة ظرف اقتصادي طارق عام مش بتاع النادي الأهلي، بتبقى اللي عند اللعيبه في وقت ما لما كان الدوري واقف رفعت شعار اللي عند الاهلي ما يضيعش. هم أيوه. كل دي بتحطك انت وانت بتتفاوض في مكانه جيده. واعتقد ان اي واحد بيفاوض اي لعيب في النادي الاهلي لازم يتمكن من هذه الادوات، واعتقد ان هي بتتعمل يعني.